طيب بسم الله. بص بقى هنا في اللاب ده، مش ده، احنا هناخد غرضنا من الجي ار اي نعمل بيها التانلنج، وبعدين ناخد من الاي بي سيك انهي بقى هنشغل انهي مود الترانسبورت بقى نعمل منه شغل الايه السكيورتي. طب تعالى كده نشوف الايه اللاب مع بعض. ده لاب كنت عامله مشغل عليه الام جي ار اي. الام جي ار اي بيسموها دي ام في بي ان. ام جي ار اي ده بتبقى مش انا بسمع دي ام في بي ان بس. هي مش احنا خدنا في جي ار اي وخد سي سي ان بي، مش خدنا جي ار اي وام جي ار اي، مش انتوا حولتوا عندكم من جي ار اي. الام جي ار اي دي بيسموها دي ام في بي ان. جي ار اي العاديه في بي ان عاديه، دي بقى ايه دايناميك مالتي بوينت في بي ان. مش انت في الدي ام في بي ان في الام جي ار اي بيبقى فيه بوينت واحده نفق ويوصلك لكذا فتحه، مش محتاج بقى تشتغل بوينت تو بوينت، عشان كده مسمينه دي ام في دايناميك مالتي بوينت جي ار اي. هو الام جي ار اي اسمه دي ام في بي ان. حتى احنا لما خدنا الان بي قلناها دي. ايوه لا قلنا دي ام في بي. يعني انا فاكر، يعني بص خليني اخش اهو سي سي ان بي ورك ماتيريال راوتنج. فين الفي بي ان؟ دي ام في بي ان هتلاقيه برضه في الاجنده. فين الاجنده؟ فين الفي بي ان؟ جي ار اي ام جي ار اي مش حاططها اي اولسو كولد ايه دي ام في بي ان. تمام. طب بص بقى اللاب ده، اللاب ده شبه اول لاب عملناه، بس هنشغل ايه الجي ار اي للتانلنج والاي بي سيك للايه للسكيورتي. ايه بقى الكونفيجريشن اللي هنعملها؟ حاططها لك برضو في ملف تكست. تعال نشوف الجي ار اي. طبعا انا في الجي ار اي بقول له انترفيس تانل زيرو، يبقى انا عملت هنا تانل زيرو واديته كام؟ اديته 10 1. طبعا هعمل قصاده الناحيه الثانيه انترفيس تانل زيرو واديله مثلا 10 2 ولا حاجه. تمام. التانل سورس كام؟ 30 1. تانل ستيشن كام؟ 40 1. وبعدين جوه التانل ده يشتغل ستاتيك، هتشتغل ريب يا اي جي ار بي او اس بي اف از يو لايك، شفناها برضو ديت. طب بالنسبة لR2 اديته 10 2، تنال سورس 40 1، تنال سيشن 30 1، واشتغلت معاه ستاتيك. كده انا عملت شغل التانلينج. كده الراجل ده الناس اللي ورا هنا تبنج على الناس اللي ورا هنا زي الفل، بس مفيش سكيورتي. وفي هنا انترفيس جديد ضاف اسمه ايه بقى؟ تانل. وهنا نفس الكلام انترفيس اسمه تانل بص بقى هنا عندي كذا طريقة عشان أأمن الترافيك اللي هيتعمل له تانلنج ده. إما آجي على الإنترفيس اللي هو تانل زيرو وأقول للراوتر أي حاجة طالعة من الإنترفيس تانل زيرو تشفرها الأول بالإتفاق مع الطرف التاني. تمام كده. دي طريقة الأول بالأي بي سيك. الطريقة التانية أقول له أي ترافيك طالع من اف 0 على 1، سؤال الترافيك اللي طالع من اف 0 على 1 ممكن يكون ترافيك رايح يطلع للفيس، رايح لياهو، رايح لجوجل، ممكن يبقى اتش تي تي بي، ممكن يبقى اف تي بي، تي اف تي بي، تيل نت، اس اس اتش، صح كده؟ او ممكن يكون رايح لحد هنا ومعمول له تانلنج. لو رايح لحد هنا مين البروتوكول اللي هياخده ويعمل له تانلنج؟ جي ار اي. فانا ممكن اقول يا راوتر اي حاجه طالعه من اف 0 على 1 لقيت فيها جواها بروتوكول ايه؟ الجي ار اي شغال ومستخدم، يبقى اكيد دي رايحه لمين بقى؟ اكيد رايحه لحد في فرع الشبكه الشركه الثاني، لا امنها قبل ما تبعتها. تمام كده. دي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه اقول للراوتر اي حاجه طالعه من اف 0 على 1 السورس اي بي بتاعها 30 1، الديستنيشن اي بي بتاعها 40 1، امنها شفرها الاول.
لا انا بقول له اي داتا السورس بتاعها 30 واحد، ما بقولوش السورس بتاعها هنا السورس 30 واحد والديستنيشن كام؟ 40. ما بالعرض اهو احنا 40 واحد. يبقى انا رايح عشان اكلم حد ورايا 40 واحد، يبقى تتشفر قبل ما تتبعت. يبقى انت عندك ثلاث طرق، يا تحط اللي شفت الكريبتو ماب دي، يا نحطها على تانل زيرو، يا نحطها على مين؟ على اف زيرو على واحد، بس بشرط الداتا تتشفر لو كان الترافيك اللي فيها من نوع جي ار اي، بغض النظر السورس كام والديستنيشن ايه؟ كام؟ اقول له ايه مش اكيد اكيد. احنا امتى نعمل جي ار اي؟ لما حد من ورا يكلم حد. طب والجي ار اي هيعمل ايه؟ مش هيحط سورس اي بي 30 واحد وديستنيشن اي بي 40 واحد؟ طب انا ممكن اقول للراوتر ده اي حاجه طالعه من اف 0 على 1، السورس بتاعها 30 واحد، الديستنيشن بتاعها 40 واحد، امنها. بس ساعتها هنا انت لو جبت بنج من 30 واحد ل 40 واحد البنج هيتشفر، مع ان انت لما تيجي بنج من 30 واحد ل 40 واحد هل هحتاج التانلنج في حاجه؟ بس هتتامن برضه تتشفر، لان قايل له ايه؟ ايه المعيار اللي بناء عليه هيشفر ويامن؟ لو طالعه من 30 واحد ل 40 واحد تتامن. تعال نشوف واحده واحده، هنشوف الثلاثه. نبدا بايه؟ اول واحد ده اللي هو هنسكيور اللاب ده، وده ده الريدي. معلش هقفل اللاب ده. ده ريدي تو سكيور ده، ده لا 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 مستخدم الطريقه الاولانيه ولا الثانيه ولا ايه؟ ولا الثالثه. ابدا بقى باول لاب بعد ما عملت له كونفيجريشن بالطريقه الاولانيه، اسهل طريقه ديت. بس ما بنعملش كريبتو ماب، بنعمل حاجه يعني ليها اسم مختلف، مجرد اختلاف مسميات كده يعني، بس نفس الفكره. شغل ده بقى كده، تعال نشوف الايه الكوماندات. كوماندات الجي ار اي اظن معروفه، خلينا بقى في كوماندات الايه الاي بي سيك. الميزه هنا ايه حضرتك؟ ان انت لو هتامن تانل زيرو هتبقى الكوماندات ان شاء الله حتى يكون عندك 20 راوتر، تبقى الكوماندات هي هي على كل الراوترات، يعني كوبي بيست على كل الراوترات. ليه؟ لان انت بتامن ايه؟ تانل زيرو. بتقول للراوتر اي ترافيك طالع من تانل زيرو امنه بكذا وكذا وكذا وكذا، هي هي نفس الكوماندات. يعني بص فوق دي دي ايه هتبقى ايه؟ فور اول راوترز. مش انت هتعمل عليهم كلهم نفس نفس فيز 1؟ اه فيز 1 اوثنتيكيشن بري شيرد شار مش عارف ايه وهكذا. وهنا بقى عشان تبقى الكوماندات موحده على الكل هحط الكي ده يصطدم مع ايه؟ اصفار. والا لو انا كنت هحط واحد واحد كنت اجي قاعد اقول له البير بتاعك مين؟ 40 واحد. واجي قاعد اقول له البير بتاعك مين؟ 30 واحد. طب لو عندك 20 راوتر لازم تيجي على كل واحد تقول له البير ايه؟ البير. لكن لو حطيت له اصفار يبقى هو ده يصلح يتكتب على ايه؟ على الكل. وادي كوماندات فيس 2. يبدا بس الاختلاف من اول فين؟ من اول الكريبتو ماب، الحته اللي فاضله دي بس هي اللي مختلفه. ما بتعملش بقى كريبتو ماب، بتعمل حاجه اسمها اي بي سيك بروفايل. اختلاف اسماء مش اكتر. وتحط جواه وتسميه باي اسم، ماي ماب، عشان اروح ارمي ماي ماب ده جوه ايه؟ جوه. مش احنا كنا بنعمل كريبتو ماب ونرميها في الانترفيس؟ لا، هعمل هنا اي بي سيك بروفايل. اقول له ترانسفورم ست، مش انت اكيد فيس 2 مديها اسم؟ حط الاسم هنا. اللايف تايم لو عايز تحدده بتاع فيس 2 و انترفيس تانل زيرو، ده الكوماند اللي بتحط بص له تانل بروتكشن اي بي سيك بروفايل، تدي له اسم البروفايل. هو بس الاختلاف هنا بقى. الميزه الرائعه ان انت هتاخد دول زي ما هم كده، هم هم. اصل ايه الاختلاف اللي هيتبقى؟ مفيش اي اختلاف اهو. انت اي حاجه طالعه من تانل زيرو وانت عليهم كلهم عامل تانل ايه؟ تانل زيرو. ده لو انت بقى سلام لو كنت شغال ام جي ار اي، ام جي ار اي مش انت في الام جي ار اي بتعمل ايه؟ تانل انترفيس واحد على كل راوتر. لكن لو انت شغال جي ار اي بوينت تو بوينت، انت كده ممكن لو عندك كذا راوتر تحتاج على الراوتر واحد تعمل كذا تانل ايه؟ فهيبقى الاختلاف بس في ايه؟ في رقم التانل انترفيس اللي هتحط عليه. هتكرر نفس الكوماندات ديت، مره تانل زيرو، مره تانل واحد، مره تانل اثنين وهكذا. معايا ولا ايه؟ طب بس خلاص تعال نجرب بقى. هكابتشر، هكابتشر الترافيك. طبعا ما تستناش تشوف هنا اي ترافيك من نوع جي ار اي،
لانه هيحصل فيه ايه قبل ما يطلع؟ هيتشفر بالايه؟ بالاي اس بي. يبقى اللي انا هشوفه هنا اي اس بي بس، مش هشوف جي ار اي خالص. اي اس بي اللي هو الاي بي سيك. معايا ولا ايه؟ ماشي. اصحى ما احنا ما نضمنش تتفرج على الفيديو هتنام امتى، فاحنا نقول كل خمس دقايق اصحى كده ايه يعني، الله اعلم. هقول ايوه بينج على 192.168.3.1 سورس 19، خليه سورس اف 0 على 0 وخلاص. اف 0 على 0. ما شاء الله منه اشتغل بسرعه كده ليه؟ تعال نراقب كده. بص اي اس بي، اي اس بي هو الظاهر والله اعلم كده. في فاكرين احنا في الجي ار اي مش كان في كيبا لايف عشان يعرف التانل ديستنيشن شغال ولا مش شغال؟ اه الظاهر الكيبا لايف ده كان شغال، خلى الفيز 1 وفيز 2 يشتغلوا من قبل ما نراقب اصلا. طب اهو الدنيا اشتغلت وزي ما انت شايف كده اي اس بي اهو من 30.1 ل 40.1. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ده بالنسبه لايه؟ للطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه بقى، الطريقه الثانيه هقول له اي ترافيك طالع من الفتحه دي السورس بتاعه 30.1 الديستنيشن بتاعه 40.1 ببروتوكول ايه؟ جي ار اي. ساعتها امن ده بقى معناه انا كنت قلت لك ان انت لو بنكت من هنا لهنا هيتشفر. لا مش هيتشفر هنا، لان البنج من 30.1 ل 40.1 مش هتستخدم معاه ايه؟ جي ار اي. لا انا عايز اقول له ايه؟ اي ترافيك طالع السورس بتاعه 30.1 ستيشن بتاعه 40.1 وانكلودد جواه بروتوكول الجي ار اي امنه. تمام كده؟ طيب الكوماندات بتاعتي بقى ايه؟ اي لا مش دي بقى، اللاب اللي قبله، اللاب اللي قبله. فهعمل ايه؟ هعمل اكسس ليست فيها الانترست ترافيك اللي هو انا وانا امنه. اي داتا طالعه من 30.1 ل 40.1 ببروتوكول ايه؟ الجي ار اي. اعمل بقى دي فيز 1 وادي البير اللي هعمل معاك كده، ممكن تحط صفار لو عايز. وادي بيانات فيز 2 وادي الكريبتو، الكريبتو ماب. هنا بص لاحظ كريبتو ماب، لان انا هحطها على مين بقى المره دي؟ مش هحطها على تانل زيرو، هحطها على ايه؟ على اف زيرو على واحد. فهعمل كريبتو ماب ماتش ايه بقى؟ ماتش 100 بقى. يبقى اذا مش هيشغل الاي بي سيك الا لما يلاقي ترافيك السورس بتاعه 30.1 ديستنيشن بتاعه 40.1 انكلودد جواه الجي ار اي وطالع من الفتحه اف كام؟ هي دي اف 0 على 1 طالع من الفتحه اف 0 على 1. تعال نجرب كده ونراقب بالمره واحنا بنجرب. نقول له بينج 192.168.3.1 سورس 192.168.1.1 او خليها اف 0 على 0 احسن. اف 0 على 0 شكلنا هنشوف الايزا كام او اشتغل. اها والاس بيشتغل اهو. تمام كده. وسواء هو ايه بقى عمل ايه؟ اي ترافيك طالع من 30.1 ل 40.1 في الجي ار اي هيأمنه. طبعا انت بقى لو بنكت، مفترض لو بنكت من هنا من غير سورس بقى
هبنج على 40001 ده كده مش هيتعمل له جي ار اي اصلا. يعني ده المفترض هيظهر هنا، هيظهر هنا بنج عادي، بنج عادي يعني.